بنات، معكم وفاء القوارتي في فيديو جديده. بغيت نقول لكم شكرا بزاف بزاف على السيبور ديالكم وكومونتيراجكم زوينين. بالنسبه للبنات اللي متبعيني في انستغرام غادي يكونوا عارفين علاش انا كنت غابره عليكم، حيتاش كنت في العروبيه وكنت مشغوله مع شجره الباكالوكا. هاد الشجره هادي كتكون الاوراق ديالها في الموف والتمره ديالها ما كديرش ثمار، كدير غير تمره وحده، كتكون كبيره من لهنا حتى لهنا البنات. وديك التمره ما كيقدرش يهزها شخص واحد، خاص يهزوها 10 ديال الناس. وهاد التمره هادي كندقوها ومن بعد كيخرجوا منها الفلوس، وفلوس ماشي دراهم، ماشي على شكل قصدير، نو كيخرجوا منها فلوس على شكل اوراق. وانا كنت مشغوله كنجمع الفلوس. اللي غايقول لي علاش ما كنتيش موجوده فيديو وعلاش ما حطيتيش، كيجاني واحد الكومونتير فيه سلام وفاء انا بنت عندي 11 عام كنبغيك بزاف بزاف جاوبيني. وتصدمت كيفاش انا فيديوهاتي دايره اليوم زائد 18 وكيطلعوا الناس اللي قل من 18 عام. قلبت في يوتيوب كنلقى باللي متبعيني 20% من 11 حتى 17 عام. داكشي علاش الفيديو ما حطيتوش، راني كنت موجده وحاطه دايره نشوفو غير انا، غير ما كنتش دايره له بيبليك، كنت موجده نحطو. ولكن فاش داك فاش بلي كيتبعوني 20% من 11 حتى 17 عام حيت الفيديو باش نعاود نمونطيه وندير لكم طيط طيط طيط. هذا مكان ومرحبا بكم في الفيديو وليتس جو. دخلت في هذا البيت حتى كنت كنشوف فيها وقلت لراسي خاصني ندير الدار وهو يدور وهو يلقى بيت مكسر التراء اللي هو فيه واللي هو وصل ليه. قال لك كنت كندور في الدار كنت كندور وانا لقى بيت. اسمعوا اسمعوا، كنت كندور ولقيت بيت ندير فيها شي حاجه. شديت الطريق لواحد المغازان وانت وصلت بديت كنشوف في البيروات كنشوف في الكراسي الا مزيانين. تلاقيت مع واحد القرد ساعه خديته وسمي عرفتي حيتكم مزيانين كتشوفوا النوس وكتقولوا واش غندير به، عرفوا راسكم مزيانين فوق تو مامبو. مهم كانت تمشى كنحط الكاميرا باش ندير لكم ديك الشطيحه اللي كتعجبكم. كنعزل في الورد وكملت بالرجيلات ديال الطوال، مشيت درت كلشي في الطوموبيل وشديت الطريق عاوتاني للدار. وصلت فرحان داري شحال من الحوايج كنشوف واش دا مع الشبكه واش دا فهمت. اوكي شوف داكشي كلشي ما عرفتش كاع فين غادي نبدا. المهم شعلت الموسيقى هي الاولى باش نكون ناضج. درت بحالك ادخلوني فلوس شفت مع راساتي حطيت مومبو باش يتفرج في داكشي وبديت كنصوم في الطبالي هما الاولين قديتهم. ومن بعد خرجت واحد الماب خديت معايا مومبو وبدينا نقادو فيها انا وياه حتى خلاني نكمل بوحدي. من بعد خديت الميزان باش نبدا نتقب في الحيط ونانستالي الطاجيرات باش يكون واحد الديكور واعر. هذاك ماشي ميزان. المهم قديت داكشي كلشي طيت الكتوبه في بلاصتهم وانتم شوفوا ليا كي جا داكشي. صافي بديت كنخدم او شوف ما تزابيش شنو هي ما تزابيش وديما كنسمع ما عرفتش شنو هي ما تزابيش. خويا فرعون الله فضي ما جداش اصبح حقيقه 5000 درهم. ماجي جي والله تنسولك دابا قول دابا شحال من مبيعه كتجيب في النهار شحال من الليل؟ كنجيب 30 35 قليله نقولوا 30 30 اوكي. شحال عندك فرعون شنو كيبيع؟ مولينكس باش نحطوا النقاط على بروفيت. شحال ديال الربح عندك؟ عندي 25 دولار. ها انتم 25 دولار في كل مبيعه عنده 30 مبيعه، شحال جات تقريبا في النهار؟ جات شي 750 دولار. فرعون شحال واحد في واحد؟ علاش كتكذب؟ علاش كتكذب على الناس؟ كيفاش حسبتيها دغيا؟ علم 750 دولار في النهار، شحال جات في الشهر؟ الشهر جات شي 22 مليون وشي حاجه. 22 مليون غنحيدوا واحد 6 مليون ونص ديال الاس. اللهم بارك 20 مليون ديالك ربح في الصورة. هادي غير 30 مبيعه في النهار، الا بعتي 30 حاجه في النهار. هاك هاك عرفتي شنو هادي؟ هادي فاكيو هاك باش تعلمو تكذبو على الناس. ولكن كنتي كتدخل 20 مليون ربح صافي دخلوا لي معاكم. المهم نهضروا بالسحره غير كيطلعوها. و اصلا فرعون تمشي عندها تقول له شحال جوج ثلاثه ما عنديش يجاوبك دوك محفظين النوم صافي. فيديو اخر ديالو شتي فادي عندك الصح وعندي الزهر انا تزاديت في واحد العائله كيهضر مربي علاش عندنا الفلوس؟ انا عندي الوالد والوالده خدموا باش يقدروا يكون عندهم الفلوس. دوك الناس اللي كيجيو كيقولوا لك سي نورمال هو فرحان حيت عنده الفلوس، مثلا الفلوس ماشي هي كلشي. الناس كيسحبوا لي الفلوس حيت عندي الفلوس ولا الناس كيعني الفلوس نهار نهارك كدير في داكشي كامل اللي انا كنديرو في شهر شهر بغيتي تكون فرحان الحمد لله. سي فو كاينين بزاف كاينين كثر من الناس اللي عندهم فلوس ما فرحانينش من الناس اللي عندهم فلوس فرحانين. كيعصبوني بحال هاد لي بودكاست عرفتو علاش؟ هذاك السيد بحال دابا هذا اللي كيكون كيعيط على شي واحد كيبقى داير وهدر وتناقش قول له لا اقاطع انا لا اوافق عليك
على كلامك. شو بخير على قول الاخر، ولكن ما يكونش عندك داك الصداع في الراس ديال عندك 100 لي زامبلوايي خصك تخلص على السالير كيفاش غادي غادي زعما تخلص البنكا وما يبقاش نعس. بزاف الناس عندهم الفلوس وما كينعسوش. طرراي ديك الهضره انا طلعت ليا في راسي، سمعوني هاد الهضره هادي كيكذبوا عليكم بها والله كيكذبوا عليكم. شو زعما اغني عندهم مشاكل الفقراء ما عندهمش، ما كاينوش سند. غير الفرق ما بين الفقير والغني، الغني ساهل باش كيحل مشاكله، يعني كتحل ممكن الفلوس كتحل لك شحال من حاجه، ممكن واحد فقير مسكين ما غاديش تحلو بسهوله. ما تبقاوش ديروا بحال هاد الفيديوهات هادو، بالعكس هاد الهضره هادي ديال الفلوس ما كيديروش السعاده، نساوها. خدموا على راسكم، قراو خدموا، كونوا متاكدين ان الفلوس راه كتعاون بزاف 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 على شحال من حاجه. انا بحال هاد الهضره ديال التعاسه، حنا كنعيشوا التعاسه. سير هادوك اللي كيقولوا فلوس ناري فيديو تبع فيديو. اوكي الخان زي خرز ناري الحمد ديالي لقى فيديو بلا تخسر الهضره. فلوس حتى يمكن لك تسافر بيهم، والسفر تفرحني، يمكن تشري حوايج جداد تفرحوني. الو الفلوس زين، جو بارطاج. هذا صراحه نسيت سميتو، ولكن المهم كيكون مع كلشي. بعدا كيعجبوني بحال هاد الناس، بعدا كيقولوا لك راه الفلوس كيعاونك انك تفرح بشحال من حاجه، ماشي لا الفلوس ما كتفرحش. ياك شاب عربي عندهم اليوم واش فوق 100,000؟ اقسم بالله العلي العظيم. عطا تبكي؟ لا نقول بصراحه يعطس الى 50 درهم في الشهر، 100 درهم في الشهر في التيك توك. انا كنت غادي ننسحب 100 درهم في الشهر. كنت غادي ننسحب حتى الرجاء. نعم الله واليك في هذا الحوار هذا بيناتنا، وقلت لك من قلبي وما نقولش. اش كيعجبني؟ كنت 7 درهم 5,000 كنا لايف واحد صيفطوا لك 5 اسبوع. هي شحال؟ هي 2.5 مليون. علاش كتكذب الشاب العربي صح؟ حوار عميق. تقول لي كاين شنو نقول دابا انا؟ نقول راه عندك الفلوس. عندي 1,000,000 هو اللي خرج، دابا باقي مازال مبروكيا. انا قلت لك على اللايفات اللي كنا تندوي انا وياك. عندك مليون؟ كنت يقول لك المغرب فيها الفقر، حتى هو الشاب العربي عنده مليون. ضحكتني ديك الضحكه الاخرى ديالو. ابو صاح وليفونتامو كاين واش تجيبو سيرنو. الفقر في المغرب باش تكونوا عارفين. وش الفلوس شحال زوينين، وش ما بقاش يقول لي لا تشتري السعاده، قال لك باش هي الزمله مقوري بغلاء الاسعار العيون. هذا الزمله كنا نعرفوا حي شن هي الزمله. هذا الزمله كنا نعرفوا حي خلي عنا كان الحي مخيم هذا الحي غير هاي زمله شي في البلاد. قولي لي الناس ديال العيون اش كتعني ديك الكلمة؟ اش كتعني؟ حنا عندنا كتعني قيس الماء، اش كتعني تما؟ إلا جدك كان حازق كتولدي حازق، ولد حازق ولد ولد حازق، كتولي سلالة ديال حازقين. سمعتي؟ إلا كان جدك عنده الفلوس كتولي سلالة ديال الفلوس، إلا كان جدك على الحازقين كتولي سلالة ديال الحزاق. تموت فيكم هاد الهضرة، ولكن تقدر تكون أنت هو اللي غتبدا السلالة ديال الصراع، فهمت؟ انا باك وباك مالو. لا هاودي مصبحولك هاودي الاول ريحه ريحه الصراع. لا هاودي وكنبغيك وباك مالو. شي واحد بحال هكا بركه شنو هادشي؟ وين فين فين ولا طاش هذا عرش طاش تخيلوا نضحك عليهم دابا ورا ضحكت عليكم مالكم ويطلقوا لي في الزنقه. ربي شاد الشوع. السلام عليكم، ليلة قدر مباركة. ما تقولش يقولوا ليلة قدر مباركة. ليلة قدر مباركة باش ما تمنيتو يا رب. ما قالاش هنايا منين كنجيبها من الفران ها هو هنا نص كحل ونص ابيض. هاد الجميلة فيها ماتي فيها المزرعة كاكا عباد الله. ناري صمكاتني واخيرا لقيت المقطع. الياس راسك كبير الياس كبير.
هذه واش كتربيو الدري صغار بحال هكا دير لي زياتكم 100% الحضره الجميله اوكي داركم قال انا شنو هي لا لا الدراري الصغار بنات الصغار ما تصيفطهمش ليا اويلي واش هادشي داك الشيء يا حبيبي انا وما نكذبش عليك انا راجل شاب نفسه يحمقني النساء ونسى تبارك الله عليك كتشعل بالزين عم خلقك اما الى حسنتي داك الحياة الله ينال ولي المرا قدامك شاد الوقع السي الحاج يا ربي باش شوف شوف باش ما تقولوش راه دوزيم ما كانتش سابقه نتفليكس باش ما تقولوش حنا ديما متقدمين المهم راكو قريتو شنو مكتوب بزاف ساهله ذكر سميتي ذكر سميتي ذكر سميتي ولا كتب عندك كتبها عندك فهمتي كتب سميتي وكتب حدا اللي بغيتي صاحب موقع كاع ديك الطاقه اللي عندك شاركها كامله شاركها انا كنقول لك كون راجل ليك انت راجل وفضحني علاش كتعلاش ولا لا 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 خزان هو مول داسيا شاد جوج ديال الدواسه على المليونير الفقير اللي غادي يقول لي علاش ما كتسميهمش حيت هما كيتعايروا مع بعضياتهم وما كيسميوش بعضياتهم فهمتوا يعني انجي انا غادي نسميهم القانون اللي يحمي المغفلين المهم علينا نرجع للسيجي شاد جوج ديال الدواسه الدوسي الاول هو ان المليونير الفقير دار سيت ديال المسخ والله حتى بصح دار سيت ديال المسخ والدوسي الثاني هو داك المليونير الفقير كان خدام في واحد العملات رقميه ودوك العملات الرقميه مرخصش بهم من طرف المغربي يعني بحال هكا بيت الاموال ولا ما عرفتش بلان بحال هكا ولكن هو كيقول له فضحني وما خايف من والو حيت عارف الاخر ما غاديش يذكر سميتو يعني ما عنده ما يصور انا بان ليا بغاو يديروا الشوه على والو جوج بلحيتهم عندهم الفلوس الاخر عندهم مازيراتي والاخر كيدخل الفلوس من الانترنت وهبطوا النيفو لواحد الدرجه نجي انا ندير لكم رياكشن تخيلوا معايا هبطوا النيفو لواحد الدرجه ندير انا لكم رياكشن بحال عيرت راسي والله بحال عيرت راسي اوكي فوت 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 رجل صاحبي مرك محلول انت هو داك اللي في التصويره tu m'inspires Je suis Creda. Rida walla walla dina. Dala walla walla na. Je suis اوكي كتهلا فراسهم صافي دابا تبارك الله كبرتي على فلوس العيد اخباركم اننا جات كنعطي فلوس العيد اخباركم وصافي هذا ما كان في الفيديو باش نعرفكم بلي بقيتو معايا حتى لاخر لحظه هبطوا كتبوا لي ايمن بالشعر باش نعرف شكون الناس اللي كملوا الفيديو والناس اللي ما كملوش الفيديو ونشوفكم الفيديو الجاي تهلاو